السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض العدس الاصفر، طريقة حلوة جدا وسهلة وسريعة، ان شاء الله هتعجبكم قوي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. المقادير بتاعتنا النهاردة كوباية من العدس ومعاها طماطمتين وبصلاية وجزراية وحتة من التوم، لو عايزة تحطي عليها كوسة وبطاطسية ينفع وهتبقى حلوة جدا وهتزودي القيمة الغذائية لولادك. يلا بينا نروح على النار ونسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنبتدي نعمل ايه. انا دايما لما بعمل لحمه او فراخ بشيل الشوربه، تنفعني في اي حاجه. يوم مثلا اكون مش هعمل في الفراخ لحمه ابتدي ان انا اعمل بيها. فالعدس لو عملتيه بشوربه، ويا ريت بقى تعمليه بشوربه الماسوره او شوربه الكوارع، هيبقى حلو جدا. زي ما قلت لك مش هتعملي حاجه مخصوص، انت لما تكون عندك الحاجه ابقي شيلي الشوربه بتاعتها في الفريزر واستخدميها وقت ما تحبي. وهنزل عليه بالعدس والخضار بتاعي. هقطع الجزر عادي جدا لاني كده كده هيتسلق. تمام كده. والطماطم دايما وانتي بتعملي اي حاجه سمي الله صلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، عشان ربنا يبارك لك في اي حاجه بتعمليها. استغفري الله، اختاري اسم من اسماء الله الحسنى دايما في كل فيديو، بحب افكركم وافكر نفسي. ونزلت بالطماطم ونزلت بالثوم، وهحط كمان شويه ميه وهسيبهم يغلوا لغايه ما يستووا خالص والجزر يستوي، يبقى كده كله تمام اهو زي ما انتوا شفتوا. وهحط بقى عليه شويه من الكمون وفلفل اسود وشويه من الملح، مش بحط بهارات كتير فيه، كده كده الشوربه كان فيها حبهان ومستكه وكده. هغطيه بقى ونرجع لكم بعد ما اخلص. انا بوريكم اهو، انا بحط الكمون وكمان شويه من الفلفل الاسود والملح اهو. طبعا الكميات حسب بقى كل واحد ان هو هيعمل قد ايه. العدس طبعا مغذي جدا وبيدفي في الشتاء اهو. حطينا الملح خلاص كده، نروح بقى نغطي عليهم وهرجع لكم بعد ما اخلص اهو. رجعت خلاص. بصوا دلوقتي بقى هختبر ايه، هختبر انا كده كده خلاص اتأكدت ان العدس طالما عمل كده يبقى هو استوى. هختبر الجزراية، وانا حسيت ان كل حاجة وجزرية اتكيت عليها لقيتها بقت زي الفل اهو، بتعاكسني. انا ماسكه التليفون بايد وبصور بايد عشان الستاند بتاعي ساعات كده بيغلس. المهم يا جماعه ان البصلايه استوت، مش عايزين منك حاجه، شكرا. دلوقتي بقى هسيبه يبرد خالص ونرجع مع بعض. بصوا يا جماعه، بعد ما برد اهو جبت الخلاط بتاعي، شفشق الخلاط، وهنزل فيه بالخليط كله. ودلوقتي بقى جبت حته سمنه على النار في نفس الحله، مجرد ان انا شطفتها كده وايه، وجيت اعمل فيها تاني. هنزل فيها بايه بقى؟ حته سمنه وعليها بصلايه، بصلايه حلوه كده، والبصل طبعا حسب كميه العدس اللي انت عاملاه. الحله دي اصلا انت ممكن ما تغسلهاش، بس يعني انا شطفتها كده بس عشان ايه، شطفتها يعني حتى من غير صابون، بس لمجرد ان انا بس انزل منها العدس اللي على ايه اللي في الحله واحمر فيها البصل عادي جدا. البصله بقت باللون ده، هبتدي بقى انزل، هاخد حبه على جنب الاول عشان احطهم على وش الطبق، والباقي هنزل بالعدس عليه. افرجي بقى انتي عايزه تعمليه يكون تقيل قوي، هتحطي شويه من الشعريه تحمريهم وبعد كده تقومي نازله بالعدس، او لسان عصفور حسب ما انتي عايزه. هيتقل معاكي جدا وهيرمي معاكي لو انتوا عيله يعني. لو انتي عايزه تعملي شوربه عدس هتنزلي زي ما انا بنزل كده، وهتخففيها شويه بالميه لو هي تقيله عشان تبقى قوام الشوربه. انا النهارده هعمله تقيل بس من غير ولا لسان عصفور ولا شعريه، هو منه لنفسه كده. خلي بالك العدس تخففيه شويه عشان كده كده هيتقل معاكي لما بيقعد. زي ما قلت لك لو انت عايزه شوربه هتخففي، هتعملي زي الخطوات اللي انا بعملها بالظبط، بس هو الزياده ان انت هتخففي شويه. اما انا حبيت قوامه يبقى تقيل علشان هغمسه. اما انت لو عايزه تفتتي فيه عيش او تشربيه كده جنب حاجه هتحطي ميه بس، مفيش اكتر من كده هعمله. وهسيبه يغلي غلوتين كده واقوم طافيه على طول. يلا بينا نقدمه مع بعض بقى ونشوف هنقدمه ازاي. اهو جبت طبق
وهبتدي ان انا انزل بالعدس بتاعي. بسم الله. بصوا القوام بتاعه ده يتغمس يعني شويه، ولما يبرد هيتقل. عارفين انا عملته زي ما اكني عامله بصاره كده، يعني عايزه اكله بعيش. اما لو انت زي ما قلت لك عايزه شوربه خففيه شويه، بس مفيش اكتر من كده خالص غير ان انت هتخففيه شويه. يا رب ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم. وشويه البصل اللي انا شلتهم على جنب دول هحطهم يدوا منظر في الاخر. انزلوا بقى لازقين في الطبق، وهجيب معلقه وهنحطهم على طول. بصوا وصفه سهله وسريعه، وتدفي في الشتاء وتشبع كده، وتعملي بقى جنبها بصل بخل. والف هنا وشفاء على قلوبكم. يا رب يا رب يكون الفيديو خفيف عليكم، وسيبكم في رعايه الله، ومع السلامه.